قال من بلده أو قريب منه دون مسافة القصر. هكذا هو المشهور في المذهب، أن الذي يحج عن أحد كأنه خرج من بلده، يعني هو في الكويت إذا النائب يكون من الكويت، أو على الأقل من مسافة قصر، يعني أيضا يساوي، ما يكون من أهل مكة، يحتاج إلى سفر. والقول الثاني أنه لا يشترط أن يكون من بلده، من أي مكان في الدنيا حتى لو كان من أهل مكة.